بنيه ان هي تاخد اجر تلاوه وهتبقى لابسه جوانتي وكده. اختار الجواز وحديث حديث لا يحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يمنعه شيء إلا الجنابة لا يثبت. يعني الحال تقرأ القرآن عادي، تقرأ وخروج من الخلاف تمسه بحائل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والله أعلم. ماشي، جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك.